بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، اسمي النهائي، شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية. أقترح عليكم تمرين فيما يخص النقلية النوعية. الجزء الخامس: اكتب صيغة فلور الكالسيوم واحسب نقليته المولية في درجة حرارة 18 درجة. النقلية النوعية لمحلول فلور الكالسيوم هي 3.71 ملي زيمنس بار متر في درجة حرارة 18 درجة. استنتج التركيز المولي لشوارد المحلول في درجة حرارة 18 درجة. لومدا سي أ دو بلوس، معناه النقلية النوعية المولية كما تشوفوا 10.5، هاك. ولومدا اف موا، وهي النقلية النوعية المولية لفلور، 4.04. الحل إذا الصيغة هي CaF2، يعني فلور كالسيوم. إذا عند الانحلال CaF2 يشكل الشوارد التالية: Ca2+ زائد 2F-1. دونك الحالة الانتقالية وحين الانحلال، إذا ننطلق من المول، هيا المول هنا ان ناقص واحد تقدم، عندك واحدة مول، ننتج واحدة مول واثنين مول فلور، واحدة مول لكالسيوم واحدة اثنين بمر. نعرفوا باللي عدد المولات كمية المادة هي التركيز مضروبة في الحجم، حجم المحلول. لنا زوج مولات، إذن التركيز للفلور مضروبة في الحجم، هو حجم المحلول. الحجم هو كيف كيف لهنا ولهنا. إذن واحد على سي أ يساوي اثنين على سي دو، معناها سي دو يساوي اثنين سي أ. نعرفوا بلي سي دو هو الفلور وسي أ هو كالسيوم دو بلس. إذن التركيز للفلور يساوي اثنين كالسيوم دو بلس. النقلية المحلول النوعية للمحلول هي سيغما تساوي هذا القيمة، لومدا سي دو بلس مضروب في التركيز سي دو بلس زائد لومدا اف موا مضروب في تركيز اف موا. نعوضوا هذه لهنا معطيات، نعوضوا لهنا لومدا سي دو بلس ولومدا اف موا. لاحظوا ولنا اف ا نعوضها ب 2 سي ا دو بلس كما سابقا، ونتوصلوا الى 3.3 يساوي سي ا دو بلس مضروبه في 18.58. اذا المطلوب منا هو التركيز للشريده سي ا دو بلس. سي ا دو بلس هي هذه، هو هذا العدد هنا على 18.50، معناه نتوصلوا الى 0.2 مول في المتر ناقص 3. راكم تشوفون هنا، هي هذه المعطيات، هذه متر زيمس بار متر ناقص 1، ولهنا متر زيمس ملي زيمس متر مربع مول ناقص 1. الاختزال لهنا توصلوا الى مول، هاي مول تولي الفوق تولي مول، ومتر كوب ام ناقص 1 الفوق تولي ام ناقص 2 تولي ام ناقص 3. التركيز الشريده اف موا هي 2 التركيز ل سي ا دو بلس، دونك نكتبوا 2 مضروبه في القيمه نتاع الشريده، تركيز للشريده سي ا دو بلس تولي لنا 0.4 مول ام ناقص 3. ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.